خاوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عني لاباس الحمد لله. صرح الناطق الرسمي للمنتخب الجزائري صالح باي عبود والمكلف بالاعلام ان كل من الثلاثي رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ وادم والناس واوكجا سيغيب عن وديتي مالي والسويد، وذلك راجع الى بالنسبة لرامي بن سبعيني كما نقول لأسباب صحية. أما بالنسبة لآدم والناس فنادي ليل لم يصرح هذا اللاعب، لأنه كما نعلم هذا الوديتين لم تدخل في حساب الفيفا، فهنالك قانون يسمح للنوادي بعدم تسريح اللاعبين. خاوتي لا تنسوا تدعيم القناة والاشتراك وتفعيل الجرس وخاصة الضغط على زر الإعجاب. ونعود لهذه الأخبار، وكذلك أوكجا لم يصرح من قبل ناديه، كما قلت لكم هنالك قانون يسمح بعدم تسريح اللاعبين. وقال صالح باي عبود بأن رامي بن سبعيني يمكن أن يكون حاضر في مباراة السويد بالطبع إذا استقرت صحته إن شاء الله. وخوتي لا تنسوا تدعيم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.